ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ممتاز. How are you? I'm teacher Ayan. This is your course plan, inshallah, for this month. Let's go now to see your plan, inshallah. We will continue reciting whole juz'a'ma again and to keep more of the tajweed rules. And we will just take a part as a recitation to from Surah Al-Mursalat, okay? بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Okay, Mumtaz, this is your plan. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum.